السلام عليكم. السيارة اليوم هي سوزوكي ألتو ترقيم 2022. ينتمي طراز سوزوكي ألتو لفئة السيارات الهاتشباك، والتي تأتي بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 800 سي سي، يولد قوة 47 حصان، وعزم أقصى للدوران 68 نيوتن متر متصل بناقل حركة يدوي خماسي السرعات. وتعتمد السيارة على منظومة جر أمامية، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 20 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوى إلى 130 كيلومتر في الساعة، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 3 لترات عند قطع مسافة تصل إلى 100 كيلومتر. وزودت سيارة سوزوكي ألتو موديل 2021 ببعض المواصفات ووسائل الأمان والسلامة، منها 2 وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للإنغلاق ABS، ونظام المانع للسرقة لا قدر الله، ومكيف هوائي يدوي، وزجاج أمامي كهربائي، وإمكانية التحكم في المقاعد الأمامية يدوي، وطي المقاعد الخلفية، وجنوط بمقاس 13 بوصة. أما سعر هذه السيارة الحقيقي في الدول العربية كما مصر هو 121 ألف جنيه مصري مع احتساب كامل الرسوم، أي ما يعادل 149 مليون سنتيم بسعر الجنيه في السوق السكوار. أما لو كان نحسبوها بسعر البنك ما تفوتش 110 مليون سنتيم. يعني تقدر تقول أن سوزوكي ألتو من السيارات اللي وعدوا بها الوكلاء اللي غادي تكون السعر تاعها ابتداء من 99 مليون سنتيم. سلام.